حوانا كل يوم قاعدين يبانوا كيما الوزارة الكلاب هادو زفروا لهم ولا يجريوا ابتداء من رئيس الحكومة. يعني رئيس الحكومة كون ما أعطاهش هذا التفون منصب بلك كنا ما نفيقوش به، بلك في الدولة الجديدة كنا احنا نعطيه منصب، بصح هو خبيث كلب بن كلب لأنه علاش شارك في الحكومة هذه ألوغ كان يقول في الديبي حراكي. فهمتينا فهمتنيش؟ مليح النيتواياج، احنا ما نسحقوش لاماس، نسحقو الشجعان الرجالة الحقيقيين الجزائريين اللي قابلين يضحيوا بالنفس والنفس من أجل الجزائر. الباقي اللي يمشيوا على كروشهم والأصابع الزرقاء ما نسحقوهمش. أنا عجبتني كلمة الصباح الزرق هادو، كانوا احنا لي بي نوار احنا لي بي بلون، بصح اخنز راسها في الجزائر الأصابع الزرقاء بو صباح. يعني فين المو اللي راحوا رجعوا صباحهم زرق ما دوالو ابار صباحهم زرق اين اون غاني كلو دو بلو با بلوس. تفون باعكم، تفون خدم بكم وطيشكم، تعرفوا علاش؟ لانه تفون حاجه تفون بالجزائريه باينه، حاجه مدرحه بالقسنطينيه، حاجه مطيونه، حاجه ما تسواش. اللي حطوه لكم وقالوا لكم هذا الرئيس تاعكم الدراع موش راجل، ما عندوش مبادئ، ما عندوش قيم، رخيص، يمشي على كرشو كي الحنش، نيف ما عندوش، نيف تاع الجزائريه ما عندوش. بيان سور يهودي من اسره يهوديه جات من الاندلس، دونك ما يقدرش يكون جزائري. هذه هي الحقيقه، الجزائر لازم يحكموها ولادها الجزائريه، الجزائريه الحقيقيين ماشي المطيونين ولي بي بلون. يعني القور واليهود اللي قعدوا في الجزائر وراء 62 وتخباوا في وسط الشعب وهما اللي مشيوا حاليا في المصالح نتاع فرنسا الاستعماريه. تفضلوا جماعه الاسئله مفتوحه، احنا على صفر. ماشي رحماني، وعلى السيناريو هذا اللي خرج هذا تاع ليبيا، ماشي كل ما الشعب تاع الشعب الجزائري والجزائر كل ما تجي تدير الاستقلال سي كوم 62 يدير دارونا حرب الرمال، دوكا شغل دارونا الحكايه تاع ليبيا باش حنا ننساو الحراك ونحي نبعدوا على الهدف تاعنا، ويبداو يخمو واش صار في ليبيا والشعب راه واقف مع الجيش. با الجيش خدمته، هذه واحد ما قال، انا واحد ما قلت له راه عاجي ولا خدمت الجيش خدمته. اسكو سي تان سيناريو كيما تاع لا غير دي صار اي وما احيي فيه زوج الفتنه، الناس تفهم واش الفرق بين الذكاء والفتنه. السؤال تاعك واجه، اولا بنين الكلاب هادو تفون وجماعته رايحين يستغلوا الظرف الاوضاع الخارجيه باش يكلموا الشارع، وقال الجزائر في خطر. اولا عندنا جيش من نوع قوي في ليبيا، والتصدي وحمايه مصالح الجزائر في ليبيا وحمايه المصالح الاستراتيجيه نتاعنا في ليبيا مسانده للشعب الليبي الاخ. اولا نفهموا الشعب الجزائري، كاين بيناتنا معاهده دفاع مغاربي مشترك، يعني في حاله ما دوله من دول المغرب العربي عندها مشكل عندها الحق انها تطلب من الدول المغاربيه الاخرى ان تسندها عسكريا من اجل الدفاع. دونك حنا نطلبوا ماشي من بقادوم وتبون وتفون، بس كنا ما نهضرش على هاد الكوستيمات نتاع لي كلون، لاش بارلا فيك لي طون ماجور، ش بارلا فيك شنغريحه، ش بارلا فيك العسكر. دونك اولا لازم كون انفيت، يعني الجزائر تستقبل سراج، تستقبل سراج من ناحية سياسية، سراج تطلب منه الجزائر طلب تفعيل معاهدة الدفاع عن المغرب العربي المغاربي، انه يطلب كما نقولوا احنا يا دعم تقني وعسكري
من الجزائر لأنه حكومة سراج هي الحكومة الرسمية في ليبيا. كذلك ما نساوش أن سوناطراك عندها مصالح، بلك الشعب الجزائري ما لبلوش، لكن شركة سوناطراك الجزائرية عندها مصالح مالية في ليبيا وعندها استثمارات في ليبيا، وشركة هذه جزائرية شركة عمومية، إن ضربت المصالح نتاعها ضربت الجزائر. فلنا الحق في الدفاع عن النفس، لكن هذه تعتبر قضية، قضية جيش وطني شعبي وقيادة أركان، إن لم تكن هذه القيادة خائنة، لأنه مصير ليبيا وستابيليتي دو ليبي سي لاستابيليتي دو الجيري اي دو تو لو ساحل. يعني تتبيب كيف يقولوا، يعني تهدئة الوضع واستتباب الأمر في ليبيا طريقة سياسية حقيقية وبناء الجمهورية الليبية الجديدة هو من أمن الجزائر. لكن هذا ما يمنعش أن الحراك متواصل، لأنه لازمنا نرجلو الأزمة السياسية الجزائرية، والأزمة السياسية الجزائرية حاليا لأنه هذا الناس ما يسمعوش، مادام ما يسمعوش، مادام مجرمين ما عندهمش شرعية، في الحالة هذه لازم الشعب الجزائري الطائر يتنظم ويخلق طبقة سياسية، ونخلق خلايا مقاومة، دي سيلول دو ريزيستانس، دي سيلول دو ريزيستانس انديبندونت. والمقاومة هذه باش نوضحها للشعب الجزائري، ماهيش مقاومة ضد البشر أو لإراقة الدماء، مقاومة ضد مصالح كل الشركات الأجنبية اللي في الجزائر. لأنه لكان كاين واحد دولار راح يبيعوا التلفون للأجنبيين وما يدخلش للصندوق نتاع الجزائريين، ما يديو كل شركة أجنبية تخدم في الجزائر، أكانت إماراتية، خليجية، قطرية، تركية، أمريكية، فرنسية، يهودية، صهيونية، نيجيرية، كحلة، بيضة، زرقاء، صفراء، ما كاش. مادام الشعب مش هو السيد، مادام الشعب ما عندوش حكومة هو موافق عليها، ما عندوش رئيس هو انتخب عليه، ما عندوش قيادة هو مصدق عليها، فكل المصالح سوف تضرب. مصالح الشركة الأجنبية لازمها تضرب من طرف خلايا في البلاد تنظيمية، لكن ضد المعدات والممتلكات وليست ضد الأفراد، وذلك يعتبر تصعيد سلمي، تصعيد سلمي، تصعيد سلمي. حنا ما نحوسوش على الدم، لكن بعد تجي شركة تفون ولا بنو ولا بنتو باعوا لها كونها تستعبد الشعب الجزائري والشعب الجزائري خليها تخدم، لا لا، الكاميو تاع السلعه تاعها نحرقو نعطلو، لا باس دو في تاعها نحرقها نعطلها، البايب تاعها نضربو باللوزان نعطلو. وهذا يقوم به شباب شجعان مقاومين في الجزائر، لكن مقاومه ما عندهاش علاقه ببعضها، خلايا كل خليه حره تعمل حسب الجينات نتاعها، والجينات نتاعها هي الوطنيه، لو ناسيوناليزم. جو بارل دو ناسيوناليزم، قولوا عليا هتلر، جو سويز ان ناسيوناليست،